مع انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في البحرين بشكل ملحوظ، إلا أن أهمية تلقي التطعيم لا تزال تشكل مطلبا ملحا وضروريا خصوصا بين الأطفال. نعم بسام، فمع ارتفاع أعداد الإصابات بين الأطفال عالميا، تجدد وزارة الصحة الدعوة لأولياء الأمور إلى تسجيل أطفالهم للحصول على التطعيم والجرعات المنشطة منه لحمايتهم من المرض. متابعة لمجريات انتشار فيروس كورونا في العالم، تستمر وزارة الصحة في ظل ارتفاع الحالات بين الأطفال عالميا في دعوة أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم للحصول على التطعيم لما له من دور كبير في حمايتهم من الفيروس وتحقيق المناعة المجتمعية. طبعا مؤخرا مثل ما لاحظنا هنالك استقرار نسبي في عدد الإصابات بكورونا للأطفال بشكل عام في البلد. طبعا هذا نعزه إلى نجاح الحملة الوطنية للتطعيم، ولكن للأسف الفئة العمرية للأطفال هي الأعلى إصابة مؤخرا، نعزوه إلى قلة التطعيم بين هذه الفئة أساسا. فشون نتجنب هذا الانتشار في البحرين؟ طبعا أساسا يرجع إلى التطعيم، لابد من إكمال جرعات من ضمنها الجرعة المنشطة. بحث أولياء الأمور بالأحرى لأخذ أطفالهم للتطعيم وخصوصا الفئة العمرية من 3 إلى 11، مما يوفرها التطعيم من حماية بالنسبة لتقليل فرصة الإصابة في حين المخالطة، وفي تقليل الأعراض خلال الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك تقليل نسبة الأعراض اللي يتعرض لها الطفل بعد الإصابة بالفيروس نفسه. لا زالت في أعداد اللي تحتاج إلى إدخال المستشفى، وهي مثل ما قلنا من قبل بسبب أن الأطفال هي الفئة العمرية اللي نقول ما أخذت التطعيم مقارنة بالكبار. الحملة الوطنية للتطعيم حققت إنجازات لافتة خلال فترة الجائحة، حيث استطاعت مملكة البحرين توفير جميع اللقاحات المتوفرة عالميا وإلى جميع الفئات العمرية، حيث كانت هذه الخطوة وراء انخفاض أعداد المصابين بالفيروس في المجتمع. مؤخرا أعداد الإصابات المرضى الكورونا اللي بحاجة إلى إدخال في المستشفيات مؤخرا في تناقص، هذا فضل الله سبحانه وتعالى أولا بفضل وعي المجتمع والتزام المجتمع بالتطعيمات، باستكمال التطعيمات بالجرعات المنشطة. أغلب المرضى اللي يوصلون حالتهم إلى العناية القصوى وفي بعض الأحيان إلى الوفاة يكونون من غير مطعمين أو من غير الحاصلين على الجرعة التنشيطية. اللي نبي نحث عليه إن اللي سويناه إن شاء الله نستمر فيه دائما، نشر الوعي بين الفئة العمرية هي بين الأطفال وبين الكبار، لأن مناعتهم تكون شوية مختلفة، فلازم إن نأكد إن في هاي الفئة العمرية إن يأخذون التطعيم عشان الأعراض مالتهم إن شاء الله بإذن الله ما تكون كلش حادة. إن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا هو مطلب ملح في الوقت الحالي، حيث أن وزارة الصحة تعول على ثقافة أولياء الأمور العالية وبحرصهم على سلامة أبنائهم وحمايتهم من الفيروس وتحوراته. تحرص مملكة البحرين مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الأطفال عالميا على اتخاذ الإجراءات الاستباقية ودعوة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا لحمايتهم وحماية المجتمع من انتشار المرض. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.